السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو اليوم سأشرح دائرة التبريد الميكانيكية في الثلاجة. إذا كان لديك أي تساؤل حول هذا الفيديو فيمكنك وضعه في التعليق وسأجيبك بحول الله، ولا تنسى الاشتراك في هذه القناة. إذن هذه ثلاجة، وهذا كومبريسور أو ضاغط، وهذا مكتف تبريد، وهذا مبخر ويكون وسط الثلاجة، وهذا كابيلر أو أنبوب رقيق، وهذا فلتر أو مرشح أو مصفاة، وهذا فالف ويتم من خلاله يعني شحن الثلاجة بالغاز. إذن وظائف هذه الأجزاء وهي كالتالي: الضاغط وظيفته رفع ضغط البخار من الضغط المنخفض إلى الضغط العالي. مكثف التبريد دوره تبريد الغاز المضغوط القادم من الضاغط وتخليصه من الحرارة التي امتصها في المبخر. المبخر في هذا الجزء يتبخر غاز التبريد، مما يؤدي إلى سحب الحرارة في مكان التبريد ويسحب الحرارة أيضا من المادة التي نريد تبريدها. الكابيلير ودوره يعمل كجهاز تمديد للغاز ويتم توجيهه كسائل إلى المبخر. الفلتر ودوره منع دخول أي شوائب إلى الضاغط. أما كيفية تركيب هذه الأجزاء هو كالتالي: يتم توصيل مكثف التبريد مع الضاغط في منفذ الضغط، ويتم توصيل الجزء الآخر لمكثف التبريد مع المرشح أي الفلتر، وبعد المرشح يتم تركيب الأنبوب الرقيق أي الكابيلير والطرف الآخر للكابيلير أو الأنبوب الرقيق، يتم توصيله مع المبخر، ومن المبخر إلى الضغط في منفذ الشافت. إذن هذه هي دائرة التبريد الميكانيكية للثلاجة. وإن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى مشاركته لتعم الفائدة.